بسم الله، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا علمنا الاستقامة وابعد عنا كل ندامة لا خير يرجى من ورائها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني الحساب مع الله. حسابك أنت اللي بالك، أموالك وأبنائك مش يخدموك نوعا ما بعد مماتك وبعد بعدك، هذا ما منه شيء أو واهم في الوهم. ديجا الشيطان كي ينسيك ذكر المولى تدخل في كما تكون أنت في القوقعة وللمنداب اللي حضروا لك. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أي الجماعة دي التي سبق ذكرها كثيرا في القرآن، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار سون لي هوت دو فو دو لا بريز، أولئك أصحاب النار. وش هي أحوالهم؟ سنرى ذلك في الشريط الآتي إن شاء الله.